What he did was absolutely heartless, and you know, I fear for the day he is released. للوهلة الأولى يبدو كاميرون روجرز شابا مسالما، لكن وراء ابتسامته الهادئة تلك يكمن ما لم يتوقعه أحد. بعد جريمة القتل الوحشية التي ارتكبها في حق والديه، وبعد العديد من الادعاءات الصادمة التي هزت المجتمع وأجلت المحاكمة مرات عديدة، ما الذي دفع كاميرون لقتل والديه؟ كيف حاول إخفاء آثار الجريمة؟ وما الادعاءات الصادمة التي أجلت محاكمته لسنوات؟ ولكن قبل أن نخوض في الأحداث، إن كنت أول مرة تشاهد محتوانا أو كنت متابعا غير مشترك بعد، فننصحك بالاشتراك وتفعيل الجرس وترك الباقي علينا. لنبدأ. حدث كل شيء بتاريخ 20 نوفمبر من العام 2016. نفذ كاميرون الهجوم على منزل والديه ديف روجرز وميلر غريدي روجرز الموجود في 1614 أبيلدورن بمدينة أوتاوا الكندية. فبعد وصوله إلى المنزل تسلل إلى المرآب وأخذ قطعة خشبية، بعدها صعد إلى المنزل ليجد والدته في المطبخ، ضربها على مستوى الرأس وعلى وجهها، كما وجه إليها طعنات في رقبتها وظهرها. فجأة سمع ديف روجرز صوتا آتيا من المطبخ، فأتى مسرعا ليفاجئه ابنه بطعنة بواسطة سكين عقبتها طعنة في الظهر بقوة كانت كافية لأن تخترق رئته ليموت على الفور جراء فقدان الكثير من الدم. بينما ظلت ميلر تحتضر لمدة عدة ساعات، خلال ذلك أدرك كاميرون أنها لا تزال على قيد الحياة، فتركها على أرضية المطبخ وتوجه إلى غرفة نومه. وفي اليوم التالي وضع والده في حقيبة وغطى والدته بقماش قبل إلقاء جثميهما في فتحة بين سقيفة الفناء الخلفي والسياج، ثم مكث في منزلهما لمدة أسبوع وعمل خلال ذلك على تنظيف المكان كما خطط للفرار من البلاد. في ذلك اليوم استقل حافلة متوجهة إلى مونتريال، وفي طريقه اتصل بالشرطة للإبلاغ عن جريمة القتل الثنائية، لكن خطة كاميرون لم تكتمل بل أحبطت عندما منعه أحد حرس الحدود من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ليتم القبض عليه واستجوابه. وأثناء التحقيق معه قال بأنه كان يشعر بالإحباط ويعتبر أن حياته فاشلة، وأن والديه كان يفرضان سيطرتهما عليه ولا يتركان له مجال للاختيار، كما كان يلزمانه باتباع القواعد والانضباط. أما خلال محاكمته فقد قال محاموه بأنه كان يتعرض للاعتداء الجنسي من قبل والده بسبب أنه كان يعاني من التوحد، لكن الدفاع لم يقدم في الواقع أي دليل يثبت الأمر، فيما قالت المدعية العامة في القضية بأن كاميرون روجرز اتخذ خيارا قاسيا وأنانيا وشريرا. وخلال المحاكمة أيضا استمعت المحكمة لما يقارب من 20 شاهدا بما فيهم أشقاء ميلر وأفراد آخرون من عائلة الزوجين وأصدقائهما. ووصف جراهام غريدي شقيق ميلر ما حدث بالمأساة العائلية وأن الواقعة كانت بمثابة الصدمة بالنسبة للكل، كما أضاف بأن الزوجين قد أحب كاميرون كثيرا نافيا تعرضه للاعتداء الجنسي. ثم تابع جراهام بأنه لا يزال يعاني من كوابيس حقيقية ولا يستطيع النوم إلا بتناول الأدوية، كما لا يزال يتذكر تاريخ 20 نوفمبر من العام 2016 عندما اتصل بمنزل العائلة وطلب التحدث إلى أخته، لكن كاميرون كذب عليه وأخبره أنها في الفراش وهي مصابة بالإنفلونزا، ولم يكن يعرف أنها في تلك اللحظة بالذات كانت أخته تحتضر ببطء. فيما خطب كاميرون قائلا بأنه كان لديه خيار عندما اتصل به، ولكنه اختار الطريق الأكثر قسوة، كما أضاف بأن كاميرون كان مركز عالم والديه. وتابع جراهام موجها كلامه لهيئة المحكمة: الملك كاميرون الذي خدع والديه وأراد الإفلات من العقاب أصبح يخيف كل أفراد العائلة، وأنهم باتوا يخشون اليوم الذي سيطلق فيه سراحهن السجن. كما وصفت شهادات أخرى خلال المحكمة قدمها أفراد العائلة والأصدقاء أن روجرز كان طفل أحلام الزوجين اللذان تبنياه كطفل حديث الولادة بعد سنوات من الرغبة في أن يكون أبوين. ووصف ديف بأنه روحا لطيفة
ورجل طيب يفتخر بميلر وروجرز، ولكنه نادرا ما كان يتحدث عن إنجازاته، فيما وصف ميلر بأنه نور ساطع وأم مخلصة. كان من المتوقع بأن يحكم على كاميرون كحد أدنى بالسجن لمدة 20 عاما دون الإفراج المشروط، لكن تشبته بادعاء أنه كان تعرض للاعتداء الجنسي لسنوات من قبل والده جعلت المحاكمة تتأجل لمدة قاربت السنتين، رغم أن أحدا لم يصدق أن يكون ذلك سبب للقتل بتلك الطريقة الوحشية. ثم توجهت المحكمة إلى البحث في ممتلكات الزوجين، ووجد أنهما كانا يملكان عقارات قاربت قيمتها 2,000,000 دولار، وأن وصيتهما نصت على أن يعود جزء من الممتلكات لكاميرون، أما الباقي فيعود لأشقاء ميلر ستيفن وغراهام وجوردن. فيما كانت القضية المعروضة على المحكمة هي كيفية توزيع العقارات، وأشارت المحكمة إلى أن القانون اعتبر دائما لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أنه لا يمكن السماح لأي شخص بالاستفادة من جريمته، وغالبا ما يشار إلى ذلك بقاعدة المصادرة الجنائية. وهذا يعني أن القانون لن يسمح لكاميرون الذي قتل والديه بالاستفادة من وصيتهما وممتلكاتهما. وبما أن ديفيد لم يكن يملك أقارب أيضا، وكاميرون ليس لديه أطفال، فقد عاد المال لأشقاء ميلر، فيما تم التأكيد على أنهم قد لا ينجون من كاميرون بعد إطلاق سراحه من السجن. ثم بعدما يقارب السنتين وفي صفقة إقرار بالذنب، فقد أقر شاب البالغ من العمر 24 عاما بأنه مذنب في تهمتي قتل من الدرجة الثانية في القتل الوحشي لوالديه ديف روجرز وميلر غريدي روجرز في شهر نوفمبر من العام 2016، كما اعترف باختلاق قصة عن سنوات من الاعتداء الجنسي عليه من طرف والده. وبذلك سيقضي روجرز عقوبتين متزامنتين مدى الحياة مع عدم وجود فرصة للإفراج المشروط لمدة 20 عاما، وعندها يتم إطلاق سراحه من السجن أخيرا سيكون عمره 44 عاما. وقد جاءت النهاية الدراماتيكية لمحاكمته بعد أسابيع من التأخير، وبعد ادعاء روجرز بأنه ظل لسنوات يتعرض لاعتداء جنسي من قبل والده، وهو الادعاء الذي أدى إلى رفعه الادعاء إلى هيئة المحلفين، بعد أن أخبر روجرز محاميه عن الإساءة المزعومة التي لم يذكرها أبدا في الاعترافات الثلاثة التي أدلى بها بشأن جريمة القتل. ولكن بالوصول إلى شهر ديسمبر من العام 2018، وفي بيان متفق عليه قدم في المحكمة اعترافا بأن الادعاء كان كذبا بالكامل، وأن والده ديفيد روجرز لم يسئ إليه بأي شكل من الأشكال، وبذلك تم الحكم عليها أخيرا بعد أن كان من المفترض أن تنعقد المحاكمة مرة أخرى في العام 2019 بسبب ادعاء الاعتداء المزعوم. فهل تعتقدون مشاهدين أن ادعاء كاميرون كان فقط من أجل تأخير المحاكمة؟ وهل يمكن أن تكون وصية والديه وراء قتله لهما بتلك الطريقة الوحشية؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم عبر التعليقات أسفل هذا الفيديو. في أمان الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.